الدولة العميقة، دولة اللي حكمت طوال 50 أو 55 عام، هل استوعبت فوز الإسلاميين؟ هل عندها كانت رغبة في التعايش مع التيار الإسلامي لأن يكون هو الحاكم الأول في البلاد بعدما كان مهجرا وكان منفيا خارج البلاد؟ الحقيقة أن الدولة العميقة كانت في مواجهة مع الثورة من اللحظة الأولى. يعني خلينا نذكروا أن ثم صورة مشهدية تعطينا برشا يعني نتائج وبرشا حاجات نحللوها. يعني سعاد عبد الرحيم في أول يعني جلسة للمجلس التأسيسي تعرضت للضرب، يعني تعطيك أنا نخبة سياسية جديدة تضرب فيها نخبة يعني سياسية قديمة. نذكرك بقانون يعني العدالة الانتقالية كيف يعني وقع يعني تدميره، خاصة مع ظهور نداء تونس ووصول نداء تونس للحكم، وكيف رفض مجلس النواب حينها التمديد لهيئة بن سدرين، وهو الأمر الذي قضى نهائيا على فكرة العدالة. هذه بكري بدأت لك بفكرة العدالة وكيف وقع ضرب يعني الثورة وأخلاقية الثورة وضرب أخلاقية الانتقال الديمقراطي. هذه نقطة أخرى تضاف، هي ضرب يعني هيئة بن سدرين التي كان من المفروض أن تحقق الموضوع العدالة الانتقالية. نعم. إذن الدولة منذ اللحظة الأولى كانت مضادة للثورة. صحيح أن ثم شق من النخبة التي كانت تحكم سابقا هضم الانتقال الديمقراطي ودخل في توافقات، ولكن ثم شق آخر لتعبر عليه يعني السيدة هذه متاع الحزب الحر الدستوري الآن، الشق آخر من الدولة ما قبلش الثورة وما قبلش الديمقراطية وبقي يتربص بها إلى أن يعني وجد فيها مقتلا في 2021 بتخريبه البرلمان ثم باصطفافه مع قيس سعيد. قيس سعيد رو عنده خليط عجيب، يعني فيه ثم نوع من أنواع الكتلة التاريخية متناقضة جدا، فيها ناس يدعوا الطهورية الثورية وهم الوحيدين اللي باش يستأنفوا الثورة وهم الثوار الحقيقيون اللي هم يعني جناح من اليسار كما قلت لك قوى تونس الحرة، وعندهم شوي من القوميين حركة الشعب ولا التيار الشعبي، ولكن ما تنساش معاه ناس أخرين هم العائلة الدستورية والعائلة التجمعية، يعني نقيضين، واحد مع الثورة ويدعي أنه هو الممثل الوحيد للثورة، واحد مضاد تماما للثورة، ولكن الاثنين زادا يتفقوا في كونهم غير ديمقراطيين، والاثنين يتفقوا أيضا في عداهم الصريح لفكرة يعني الحكم مع النهضة اللي يسموهم هم الأخوان. نعم.